لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون فقد تكلمنا في خطب قد مضت عن آيات من سورة قاف ووقفنا عند الآيات التي تبين ما يجري من الجدل بين الإنسان وقرينه للإنسان قرينان قرين من الملائكة يتابعه ويسجل عليه أفعاله وحركاته وسكناته وهما الرقيب العتيد ثم يحضرانه يوم القيامة أحدهم أمامه والآخر وراءه وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب يلاحظ في هذه الآيات أنه بمجرد ما يحضر بين يدي رب العالمين يحكم عليه أن يلقى في النار فلا يحتاج إلى سؤال ولا إلى قراءة كتاب وإنما يقال ألقيا في جهنم كما قال تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لأنها معروفة وواضحة ومسجلة الملائكة تشهد والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة والله على كل شيء قدير شهيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ثم تعدد ذنوبه وجرائمه كفار عنيد مناع للخير معتد مريب كفار مبالغة في الكافر الكثير الكفر بليغ الكفر شديد العناد أبي عصي كل كفار عنيد زاد فيه العنيد والعناد هو شدة الإباء والاستكبار مناع للخير يعني لا يبذل الخير للغير لأنه يجمع ويمنع كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين هذا هو الكافر لا يرجى خيره ولا يؤمن شره مناع للخير لو اكتفى على منع الخير لكان الأمر هينا إلا أنه معتد يعتدي على غيره في أموالهم وأعراضهم وأبشارهم وحقوقهم يسفك دم هذا ويأكل مال هذا ويهتك عرض هذا فهو إذن معتد وقد اعتدى قبل ذلك على حق الله في الوحدانية مريب لا يقول مرتاب وإنما يقول مريب يعني هو شكاك إلا أنه يحمل غيره كذلك على الشك يبث الريب يزعزع العقائد
يضعف اليقين بما يطلقه من شبهات. وآخر ذنوبه وأولها وأعظمها أنه جعل مع الله إلها آخر، ولهذا قال الذي جعل مع الله إلها آخر. لا يحكم على المجرم بالعقاب إلا بعد تعديد جرائمه، عدد عظام ذنوبه وجرائمه ثم قال ألقيا في جهنم. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه، يؤكد في العذاب الشديد. قال قرينه، وهذا قرين آخر وهو قرين الشيطان الذي يصاحبه في حياته، ربنا ما أطغيته، يدافع عن نفسه، لست أنا الذي حملته على الطغيان، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، هو ضال منه أنا ضال، فالتقينا في طريق الضلال، لهذا كنت معه اليوم وكان معي وليس علي ذنب. وهذه بينها الله عز وجل في سورة أخرى، قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فهو يدفعهم إلى الهاوية ويدعوهم إلى الضلال حتى إذا استقروا في جهنم أو قررت عليهم أن يستقروا في جهنم عند ذلك يتنصل منه، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فماذا كانت العاقبة؟ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فيقول الله عز وجل لا تختصموا لدي، فقد انتهى وقت الخصام وانتهى وقت النزاع، لا تختصموا لدي إني قدمت إليكم بالوعيد، أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وأقمت الحجة وبينت المحجة، فلا عذر لمعتذر. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. عندئذ تحق الحاقة وتعد النار لأهلها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات يومكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ما يبدل القول لدي فإن قولي قد مضى أن الكافر مخلد في النار وأنهم ما هم منها بمخرجين. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، فيلقون في جهنم ويبقى فيها فراغ وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول قط قط، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، فينزوي بعضها إلى بعض وتغلق على أهلها فيريدون الخروج ولا مخرج، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كلا إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فنعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. ثم بعد ذلك يقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ها هي حاضرة لا يتعبون في الوصول إليها. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. سنتحدث عن الآيات المتعلقة بالجنة في الخطبة القادمة إن شاء الله،
ثم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. በተከታታይ ኹጥባዎች ስንነጋገር እንደቆየ ነው የሱረቱ ቃፍ አናቅጾችን ነው እየተነተን ያለ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በየሳምንቱ ጁምዓ ሚንበር ላይ አዘውትረው ያነቧት የነበረች ምዕራፍ ናት። አንድ ሁለት አንቀጾችን ብቻ ነው ዛሬ የምንመለከተው። ሁለቱ አንቀጾች ወይም ሶስት አራትም ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ አንቀጾች መካከል የሰው ልጅ ሁለት ቀሪን እንዳለው ያሳያል። ቀሪን ማለት የማይለይ ቁራኛ ማለት ሁለት አይነት ናቸው። አንደኛው መላእክቶች ናቸው። እያንዳንዱ ሰው ስራውን የሚመዘግቡ መላእክቶች ግራ ቀኝ ተቀምጠው ይከታተላሉ። የተነፈሳት የሰራት የተራመደባትን የሚከተሉ ማይልፉ ምን ቁርን ኢላ ለደይሂ ረቂቡን አቲድ። እነዚህ ሁለቱ ደግሞ ሰውየውን አጅቦት የጥያ ማለት ይመጣል። አንዱ ከፊት አንዱ ከኋላ ተመድበዋልና ይዘውት ይመጣሉ። ሀዛ ማለት ይላል ይሄ ነበር እንግዲህ እኔ ጋር የነበረው በዚህ ሰው ላይ ነው ኃላፊነት የተሰጠኝ ስከታተለው ኖር ያለው እድሜ ልኩን አቲድ እነሆ ቀርቧል። የሚገርመው ምን ሰራ ምን አጠፋ ሳይጠየቅ ወዳውኑ አልቅያ ፊ ጀሃነም ይባላል። ወደ ጀሃነም ወርውሩት ይልቃ ማለት ከላይ ወደ ታች መጣል አምዘግዝቁት። ለምን ይሄን ሰው ብቻ ሳይሆን የሱ ባህሪ ያዙ ብዙ አሉ። ከፋር አኒን መናዕ ለልኸይር ሙዕተዲ ሙሪብ። ከፋር ማለት እጅግ በጣም ከሃዲ ማለት። ስለዚህ ወደ ጀሃነም የሚጣለው በከሃዲነቱ ነው። የተጋነነ አገላለጽ ሙባላቃ አይደለም። አኒን አመፀኛ እምቢ አልታዘዘም እምቢ። ይሄ ፈጣሪውን በተመለከተ ነው። ለፈጣሪው አይታዘዝም አምልኮውን አይቀበልም። ለኸልቅሳ መናዕ ልልኸይር ደግ ነገርን ሁሉ ነፋጊ የሆነ ንፉ አያቀምስ አያካፍልም። ለሰው አይበጭ ለፈጣሪውም እንዲሁ እንደው መበጀቱ ብቻ ሳይሆን ሙዕተዲን ድንበር አላፊ ነው። ገንዘባቸውን ይወስዳል፣ ክብራቸውን ይቀምሳል፣ ደማቸውን ያፈሳል። የማይሰራው በደል የለው። ሙሪባ አጠራጣሪ ነው አለ። ምንድነው ራሱ እምነት የለው። ሌላው ሰው ደግሞ እምነት ላይ ጥርጣሬ እንዲኖረው የሚሰራ ነው። ሸክን ማሰራጨት ነው ስራው። ይገርም ወስፎ ይገርም አገላለጽ መናዕ ለልኸይር ሙዕተድ ሙሪብ አለና የመጨረሻ ትልቁ የወንጀሉ ቁጮ ደግሞ አለዚ ጀዐለ መዐላሂ ኢላሃን አኸር ከአላህ ጋር ደግሞ ሌላን አምላክ ያደረገ ነው ሙሽሪክ ነው። ታዲያ ይሄ ሁሉ ወንጀል ስላለ ፈአልቅያሁ ፊል ዐዛብ ሸዲድ ብርቱ ቅጣት ውስጥ ወርውሩት ይባል። ወንጀለኛው ቀርቦ ፍርዱ ከተነገረ በኋላ እንደገና ወንጀሉ ይዘረዘራል። ከዚያ በኋላ መጨረሻ ላይ ደግሞ ፍርዱን ይደግማል። መጀመሪያ አልቅያ ብሏል፣ አሁንም አልቅያ። የዚህ ጊዜ የዱንያ ቁራኛ ሌላ ጓደኛም ነበረው፣ ቀሪ ሸይጣን የሚባል ነው። መላኢካዎቹ ስራውን መዝግበው ሰውየውንም ይዘው ቀረቡ። ሀዛ ማለደያ የሸይጣን ጓደኛው ደግሞ ምን ይላል? ወቃለ ቀሪኑሁ ረበና ማ አጥገይቱሁ እኔ አላጠመምኩትም ከወንጀሉ ነፃ ነኝ። ይልቁንስ ራሱ ራቅ ያለ ጥመት ውስጥ ነበር ያለ ፊጠላልን በዒድ ነበር። ከመንገድ ወጥቶ አገኘሁትና በዛው ይዤው ሄድኩ እንጂ ለመጥመሙ ሰበብ አይደለሁም ይላል። ሸይጣን እንግዲህ በዚች ከባድ ቦታ ላይ ይከዳዋል ማለት ነው። ይሄ ሌላ ቦታም ላይ በሰፊው ተገልጿል። ባህሪው ነው ሸይጣን ከመثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر ك
ካድ ብሎ ይጎተጉተዋል። فلما كفر السكدوس ያገኘው قال اني بريء منك እኔ ካንተ ነጻ ነኝ لمن اني اخاف الله رب العالمين الله ترى منه شيطان ብሎ الله الكريم قال ايه مواشته اي تكمون منا فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين لا لتم ساتو سوتاري هو يغبال ولت قرين ناجالون قرين الملائكه سراونا خبركوان سويونم جمر مزغبون تنببه ليلانياو قرين شيطان عبرو تطامرو جهنم ليغبال عشر الذين ظلموا ازواجهم ممثلوا غارهم يلهمتم لمالك يوكرال الله من لا جوال قال لا تختصموا لدي يعني في تما اتتجاجكو انت يا تممكون يعني يا تممو يبالوا اهون غزيوا فلوتاچون تماماناچو بسراچو سبب ساتكمالچو اني دمو وقت ما استنكك يالو وقت قدمت اليكم بالوحيد قال اي قيرنا هاي بدل القول لدي دمو بقال مسرات ان انت زقتا يبدلكواچو ما يدلم وما انا بظلام للعبيد يعني غزي جهنم ذا ولا جهنم يمرالو الله يطبقن ولا جهنم يتنكوتاكوتو سيوردو سفي وتا كفته نورات الله يطيقاتال هل امتلأت مولاشن الى هل من مزيد هنا تجماري اكل نوران يعني رب العالمين راسه እንድትሰባሰብ አድርጎ ይዘጋታ ከተዘጋጅ በኋላ ደግሞ አትከፈት ለመውጣት ቢፈልጉ መውጫ ቀዳዳ የለም انها عليهم مؤصده يتዘጋጅናት ይሄ እንግዲህ የካፊሩ ባህሪ ነው በአንጻሩ የሙእሚኑን ሲናገር واذلفت الجنه جنتهم ተዘጋጀች ይላል ጀነትን በተመለከተ ያሉ አንቀጾችን በቀጣይ ኹጥባን መጣባቸዋለን ثم صلوا وسلموا على نبيكم كما امركم في محكم تنزيله في قوله الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اجمع كلمه المؤمنين على الحق يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله